وعن المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون اللي اكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا تحديدا يوم 9 نوفمبر كأول إصابة ليه. معنا دكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة. برحب بك يا دكتور نهلة. ويمكن السؤال اللي الناس كلها عايزة تعرف إجابته حتى الآن، يعني إن وجدت أو تم التأكد عنها، هل يعني حتى الآن العلماء والباحثين أكدوا مدى فعالية اللقاحات اللي موجودة ضد أوميكرون؟ السلام عليكم أستاذة خلود، أهلا بحضرتك. بصي ستي، هو الفكرة في إن طبعا يعني عمره مش هيبقى آخر متغير أو متحور لفيروس كورونا، بس هو الناس قلقت طبعا، لأن هو في حوالي 50 طفرة عن في السبايك بروتين او البروتين الشوكي عن دلتا اللي فيه طفرتين. بالظبط كده بالظبط كده. فبدا الناس شويه تقلق منه. هو لغايه الان اللقاحات ممكن تعمل نسبه حمايه، بس احنا اصلا يعني هو الناس كانت صريحه من الاول ان اللقاحات حتى اللي كانوا 95 وصلوا 80% مع دلتا، واخد بال حضرتك؟ هو طبعا ممكن ما تاثرش بنسبه 100%، طبعا اكيد مش هتاثر بنسبه 100%، النسبه دي ممكن تنقص، بس اللي نقدر نقول عليه ان على الاقل هتقلل من كميه الحالات الحرجه، على الاقل هتخلي الجسم يبقى في حاله مهيئه نوعا ما لاستقبال الفيروس. انا عارفه ان لسه برضه العلماء لسه بيعملوا ابحاثهم، ولكن هل البي سي ار العادي لفيروس كورونا ممكن نكتشف من خلاله اوميكرون او لا؟ البي سي ار العادي حوالي 65% كان، واصلا للاسف هو فيروس يعني كورونا يعني عمل اختلافات للدراسات عن يعني عن دراسات في الفيروسات كلها، اختلافات جديده كل يوم في جديد منه، ان هو عنده وسيله من يعني احد الطفرات منه بيتخفى من انت بتقدري تعرفيه في البي سي ار. بيتخفى. بالظبط بالظبط. فانت البي سي ار ممكن تطلع عندك نيجاتيف وهو عنده كورونا، فعشان كده احنا بنقول دايما ان التشخيص بتاع كورونا بيبقى عامل زي البازل، بنحط التحاليل مع بعضها مع الاشعه مع اعراض المريض مع القصه اللي هيحكيها لنا المريض، ومن هنا بنقول ان احنا عايزين لو سمحتوا حاجات بسيطه جدا جدا بالنسبه لنا، اللي عنده برد اللي عنده اعراض برد يعزل نفسه الى يعني يعتبر نفسه كورونا، الى الناس بالعكس، وحتى مش لازم يقول للناس لكن يعزل نفسه. اصحاب الامراض المزمنه اظن الحمد لله الحمد لله يعني بفضل الدوله في مبادرات كتير قوي، 100 مليون صحه وحياه كريمه وحملات يعني في كل حته، الدكاتره يكشفوا على الناس. اصحاب الامراض المزمنه ارجوكم يظبطوا تحاليلهم يظبطوا فحوصاتهم، لان هي دي اكتر ناس عرضه للمهاجمه بالفيروس. يعني احنا بنقول اول مره ظهر في جنوب افريقيا بيهاجم المناعه ليه؟ اصلا يعني كل هذه المتحورات بتهاجم المناعه. بالظبط اللي عندهم الايدز. بالظبط، لان هو عندهم الايدز يعني اكتر حاجه عندهم الايدز، الايدز اصلا بيعمل انهيار المناعه، فبالتالي بيبقى عندهم فكره ان يخش الفيروس ويتكاثر ويبقى عنده القدره انه يتغير اكتر. طيب دكتور نهله، خليني اسال حضرتك دلوقتي، وسط تفشي سلالات مختلفه العالم كله، منظمه الصحه العالميه بينصحوا باخذ جرعه ثالثه معززه، هل ده بالنسبه لكل الفاكسينز بالنسبه لكل اللقاحات؟ وجونسون جونسون المفروض ان هو يعني جرعه واحده، هل برضو ناخد جرعه ثانيه وامتى؟ بالظبط بالظبط، هو كله هياخد، حتى اللي اخذ يعني اللي اخذ جرعتين هياخد جرعه ثالثه ثاني. وبرضه يفضل ان هو لو حتى الفاكسين جرعتين ممكن ياخد كمان رابعه. يعني هو الفكره ان هو بيقول ان هو حتى هياخده كانه، بصي هقول لحضرتك حاجه، هي اكشوالي ما نقدرش نقول عليها يعني تعتبر مش جرعه تعزيزيه، هي تعتبر كانها زي لقاح الانفلونزا اللي بناخده سنويا، بس احنا الانفلونزا هناخده كل سنه، الكورونا هناخده كل 6 شهور. يعني هي الحقيقه العلميه، يعني هي بيحاولوا يعني يمكن نحاول نتحايل على الحقيقه في ان احنا نقول انها جرعه تعزيزيه. لكن هي الفكره في ان هي انت كانك بتاخدي كل سنه، وبيبتدوا بالناس اللي هي تعبانه جدا، كبار السن طبعا، اصحاب الامراض المزمنه، الناس اللي عندها كانسر لا قدر الله، اصحاب امراض المناعه الذاتيه. صحيح. كل الناس دي هي اولى، او طبعا الكرو الطبي او الصف الطبي طبعا مهم اللي هم جداً. الناس اللي او الفئات الاكثر عرضه لان هي تتعرض طبعا لفيروس كورونا. انا بشكر حضرتك دكتور نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه، بنتمنى من كل الناس ان هي ما تفتكرش انه خلاص ما فيش كورونا، على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على نفسنا، التباعد الاجتماعي، الكحول دايما في ايدينا، الكمامه ما ينفعش انها تفارقنا، وفي نفس الوقت اللقاحات لازم نهتم وناخدها، ويا ريت كمان بعد مرور 6 شهور ناخد الجرعه المعززه.